اتخرج من معهد العالي للسينما قسم اخراج رسوم متحركة. بحب فن الانيميشن جدا والتحريك والشفافات وكل التكنيكس بتاعت الانيميشن. طبعا انا من وجهة نظري ان الفن هو ليه انواع كتير قوي. الفنان عموما المفروض ان هو يعمل كل حاجة، يشتغل كل انواع الفن. طبعا بحب البنتينج، رسم اللوحات الزيت، وبحبها جدا. وكمان المفروض ان جوزي معيد فنون جميلة احمد، فانا بكتسب منه وباخد منه خبرات لوحاته، وببتدي ان انا اطور كمان من ناحيه مجالي، المجال الانيميشن رسوم متحركه. فابتديت احاول ان انا اقول ان بدل ما تبقى لوحه صامته هو بيرسم كادر واحد بحركه واحده، ممكن ان انا اعملها حركات كتير، وابتدي ان انا اقول ان الرسمه دي بقى فيها تحريك وبقى فيها انيميشن. اما ابص على لوحه تديني احساس برضو بحركه، ما تبقاش لوحه صامته ما بتتكلمش مثلا، انا عيني تحرك اللوحه بس. فده ابتديت انفذه في اللوحات بتاعتي، وابتديت اعمل فيها انيميشن يعني حركه متواصله عشان ابين الموضوع ده. كمثال مثلا اللوحه دي انا المفروض ان انا بتكلم فيها ان بنت بترقص، بتديني احساس بالحركه. فببتدي ارسم التحريك بتاعها، برضو يعتبر زي فريمات بس برسمه بتتابعه ورا بعضه علشان اقدر اشوف الحركة. عيني بتاخد الحركة من اول هنا وهي تانية رجلها لحد ما بتفرد خالص وتنزل رجلها تحت. ده اديني احساس بالحركة. وكان زمان كان بيكاسو كمان كان بيشتغل على لوحاته في وجوه البورتريه، كان بيرسمه متعدد برضو عشان يدينا احساس بالحركة. فده كان قديما كمان برضو كان الموضوع ده كانوا بيشتغلوا عليه. فهي فكرة كويسة ان انا احس بحركة في اللوحة ما تبقاش صامتة. طبعا انا جات لي بعد كده فكره ان انا اعلم الاطفال 3 سنين واربع سنين فيلم الانيميشن ازاي بيعملوه. جات لي الفكره دي بناء على ان انا شفت اطفال كتير، ومنهم كانت بنت اختي الصغنونه نورين، واطفال كتير قوي شفتهم كانوا بيتفاعلوا جدا مع التلفزيون وبيشوفوا افلام الرسوم المتحركه على انها افلام حقيقيه، وبيتفاعلوا جدا مع الشخصيات لدرجه ان هم بيفتكروا ان الشخصيه دي ممكن تنزل الشارع تلعب معاهم. وطبعا ده خطر لان هم ممكن يقلدوا الشخصيه دي بطريقه غلط، ينطوا يتعوروا الكلام ده كله. ده غير الاثار السلبيه كمان اللي بتاثر عليهم من فرجه التلفزيون طول النهار، بتخليهم بيبقوا منطويين، بيفضلوا طول النهار لوحدهم ما بيتكلموش مع حد. دي طبعا من السلبيات بتاعه التلفزيون. حاجه كمان بتخليهم قاعدين طول النهار لما وهم بيتفرجوا على فيلم الانيميشن ما بيبقوش فاهمين طبعا هو بيتعمل ازاي. ده غير ان هو كمان بيأثر عليهم سلبيا في حياتهم يعني. فانا جات لي الفكره من هنا، قلت ان انا لازم اعلمهم يعني ايه يعملوا فيلم كرتون عشان اتفادى كل الاخطاء دي او السلبيات بتاعه التلفزيون بان انا اعلمهم فيلم الانيميشن. طبعا دي كلها سلبيات للفيلم الانيميشن بيتفرجوا عليه من غير ما يبقوا عندهم وعي بازاي بيعملوا الفيلم الانيميشن. طبعا الاطفال بيأثر عليهم كمان زياده عن كده، بيخليهم عندهم يعني رغبه في العنف شديده جدا. فانا قلت اتفادى كل الاخطاء دي بتاعه الاطفال بان انا اعلمهم يعني يعملوا فيلم انيميشن، وبالذات السن الصغير اللي بيتأثر جدا بالافلام دي منه. لما يتعلموا يقدروا يبقى في عمل جماعي، يبقوا فاهمين يعني ايه فيلم رسوم متحركه احنا اللي بنعمله، يعني العنف ده احنا ممكن اللي بنصنعه بايدينا وما نقلدهوش. ازاي ان يبقى ان الرسوم دي احنا اللي بنعملها بايدينا، ما هياش شخصيات حقيقيه بتفاعل معاها قوي وافتكر انها ممكن تنزل تمشي معايا في الشارع والكلام ده كله. طبعا نورين بنت اختي الصغيره هي اكتر واحده ادتني الهام للموضوع ده وللفكره دي.
لما كنت بقعد ارسم معاها وبشوف شخصيات اللي هي بترسمها، حسيت ان انا نفسي فعلا اعمل فيلم رسوم متحركه معاها، ولقيتها فعلا نفس السلبيات اللي انا بقولها هي فعلا اللي بحسها معاها، انها بتقعد كتير جدا قدام التلفزيون، مش عايزه تقعد مع حد غير انها تتفرج على الرسوم المتحركه. فحبيت ان انا اشاركها معايا وان انا اعرفها يعني ايه فيلم رسوم متحركه، طبعا مش بالمعنى الكبير اللي احنا عارفينه، بس على الاقل ان انا اقول لها ان انا همسك شخصيه زي كده هحركها فترسمها لي، وانا اوريها لها مثلا على الكمبيوتر ازاي اتحركت، مش اكتر، بطرق بسيطه جدا بتكنيك الستوب موشن اللي احنا لسه شايفينه من شويه. طبعا الفكره دي انا اخدت عليها جايزه منحه تفرغ من وزاره الثقافه السنه دي، والمفترض ان انا بروح اماكن كتير قوي ما بيوصلهاش التكنولوجيا، اعمل مع اطفال صغيره ان انا افهمهم يعني ايه فيلم رسوم متحركه. ومنهم كان اكتر مكان انا روحته وحبيته كانت قريه اسمها قريه نجع الجسور، دي كانت في الاقصر. اشتغلت مع الاطفال وشفت ابداعات عمري ما شفتها في حياتي. طبعا يعني لو هشوف انا مثلا ده شغل من الشغل بتاعهم، الرسومات الصغيره دي والرسومات دي كلها، مثلا رسومات زي كده بتاعت الاطفال من القريه دي، هما القريه دي على النيل، فبيبقوا متاثرين جدا باي حاجه ليها علاقه بالنيل والاهرامات، هما متاثرين بيها جدا. يعني رسمه زي كده، ماشي يا نوري، حاضر، حاجه زي كده، شغل تاني، وريني. اخدت شخصيه معايا وبتحاول انها ترسم معايا، دي برضو حاجات هم عاملينها، اهرامات، بيرسموا رسومات جميله جدا، بيعملوا شخصيات حلوه قوي اصلا، كلها شخصيات بتاعت اطفال صغيره، ويقعدوا يقولوا لي دي بقى راحه الهرم وبتعمل كذا، فكانت رسومات جميله جدا في القريه دي. ونوري هنا كمان بترسم معايا. انت بتحبي ترسمي ايه يا نوري؟ وبترسمي ايه تاني؟ ارسمي لي بطه. ارسم لك بطه. طب وانت بتحبي ترسمي ايه تاني غير البطه؟ وبتحبي الفار؟ بتحبي ترسمي فار وبتحبي ترسمي كل الحاجات دي. طب وبتحبي تتفرجي، بتحبي تتفرجي على رسوم، على شخصيات الكرتون في التلفزيون صح؟ بتتفرجي على شخصيات ايه؟ بتفرج على توم اند جيري. وايه تاني؟ بتفرج على كرتي بابا. كرتي البابا. وايه تاني؟ وبتتفرجي على ايه شخصيات تاني في التلفزيون؟ بتحبيهم؟ طب بتحبيهم اكتر الشخصيات دي ولا بتحبي انك تقعدي ترسمي زيهم؟ انا برسم زيهم. بتحبي ترسمي زيهم؟ اه. طيب بصي كده نوريهم، نوريهم كده الرسومات اللي انت رسمتيها وانت قاعده، قولي لي دي رسمتي في، كانت رسومات تانية اهي، دي انا شايفه الرسومات دي جميله كمان، ايه الرسومات اللي انت رسماها دي؟ دي حلوه قوي. ماشي، بصي الرسمه دي رسمه زي كده، هي رسمها طبعا الرسومات دي كلها نوري، احنا ممكن ناخدها نحركها نعملها زي فيلم الكرتون. ممكن نحركها زي فيلم الكرتون الرسومات دي، هفهمها لك لما نيجي نكملها. ماشي، تحبي ترسمي حاجات كتير؟ اه. طيب عايزاكي ترسمي كل اللي بتحبيه. ماشي، بس دي طبعا نوري بتحب ترسم كل الشخصيات اللي بنشوفها في التلفزيون، هي سنها صغير جدا طبعا، هي اصغر سن ده تقريبا 3 سنين، بس انا بحاول ان انا اخد من 3 سنين لحد مثلا 10 و12 سنه، بس بركز جدا على السن الصغير علشان هو بيبقى اكتر فئه ممكن يعني تتعلم حاجه زي كده من وهي صغيره، ده افضل عشان تطلع متاسسه، فانا بركز جدا عليهم يعني. بس فنورين واحدة منهم بقى، هي أكتر واحدة ادتني الفكرة دي بصراحة، اشتغلت معاها وبحاول إن أنا أعلمها كل الرسومات، صح يا نورين؟ صح؟ اتعلمت شوية من ترسمي؟ اتعلمت ترسم شوية بس كده. وعلمت اتعلمي إيه تاني؟ تحبي بتحب تتفرج على شلبي سلوفان؟ بس تحب تتفرج على شلبي سلوفان كمان؟ بس دي نورين. اشتركت طبعا في مهرجانات كتير، منها مثلا مهرجان المغرب الدولي، وخدت شهادة تقدير وحصلت على جائزة أفضل فيلم مؤسسات تعليمية من مركز طلعت حرب الثقافي تبع صندوق التنمية، ودي كانت الشهادة بتاعتي، كانت شهادة جائزة أحسن فيلم.
دي كانت تقريبا من افضل من احسن الجوائز اللي كانت بتشجعني ان انا اكمل، لان انا كنت لسه وقتها كنت لسه بدرس، كنت لسه في المعهد. بس ومهرجانات بقى، مهرجان القومي للسينما، مهرجانات دولية، ومهرجان سينما الاطفال الدولي برضو، عدة مهرجانات كتيرة يعني.